تاع الاختصاص، بوروا تاع الاختصاص، كرة في الشباك على طريقة اللاعبين الكبار، بوروا تاع الاختصاص يضع الكرة في الشباك. يا 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 الوداد في موقف صعب اليوم، والجماهير القنيطرية، الجماهير القنيطرية في فرحة هستيرية. رشيد برواس الملقى بالمايسترو رشيد أو بيرلو، من مواليد القنيطرة سنة 28 أبريل 1977. رشيد اللي كبر وعاش في قنيطرة وتعلم أبجديات كرة القدم في الأنزقة والشوارع وفي الملاعب القرب. البداية كانت مع الفرق الأحياء، غادي يفرض نفسه من أحسن لاعبين الشباب. هنا غادي يجي الدور ديال اللاعب السابق للكاك مسعود المعروف بمسعيد، اللي غادي يجلبو للنادي الرياضي القنيطري وغادي يلتحق بفئة الشبان اللي غادي يقضي مدة قصيرة سنة 1997. غادي يلتحق بفريق الكبار قيادات منير الجعواني، علي بواب، تيجاني، زهير بوري، حليم، صلاح الدين الخليفي، محمد شيبو، جمال فقير، هشام برقية، واللائحة طويلة. رشيد بمؤهلاته الفنية والمهارات العالية غادي ياخد مكانته في الفريق وغادي يدافع على القميص النادي بكل شجاعة. بعد اعتزال منير الجعواني ومغادرة مجموعة من اللاعبين من أبناء المدرسة، رشيد غادي يحمل إشارة العمادة وغادي يصبح كابتن للفريق ولسنوات وسنوات. الكابيتانو غادي يلعب مع أجيال وأجيال وغادي يلقب بشيخ اللاعبين، أكثر من 100 لاعب يلعبوا وجاوروا مع القيدوم. نعم، أكثر من 100 لاعب، لاعبين من مدرسة النادي، لاعبين اللي جلبهم النادي من الفرق الوطنية ومن الفرق خارج الوطن. رشيد المايسترو المعروف بأخلاقه العالية داخل وخارج الميدان، احترامه للغير، الصبر، التواضع والمواظبة في حضور التدريب. الكابيتانو ذو شخصية وكاريزما قوية، الكابيتانو اللي دافع على القميص الكاك بكل شجاعة. إيطاليا والندية جميع المباريات. رشيد الفنان ب
عنده المهارات العالية. تحكم في الكرة، العقل المدبر، ومدرب ثاني في الملعب أو أستاذ تيوجه وتنصح اللاعبين. التمرير بكل دقة وإتقان مثل اللاعب غزافي هرنانديز. صناعة الفرص للاعبين مثل اللاعب أندريا بيرلو. تسجيل ضربات الأخطاء أو الكفرات مثل اللاعب ميشيل بلاتيني. بالإضافة إلى تسجيل أهداف رائعة لا نراها إلا في الملاعب الأوروبية. جماهير القنيطرية عندما يلمس الكرة تستمتع بالسيمفونيات وتخلق حماس وهيستيريا في المدرجات. رشيد المخلص قبل ما يكون لاعب للكاك فهو محب وعاشق للنادي الرياضي القنيطري، وأكبر دليل هو بقاؤه في النادي ورفض جميع العروض داخل وخارج الوطن. في الزمان جميع اللاعبين يشقون المال، حبه وعشقه للكاك وبقاؤه في النادي غادي يصبح محبوب الجماهير القنيطرية، لأن رشيد لعب ما يقارب 20 سنة قنيطرة. صغير وكبير كل شي تعرفه وكل شي تحبه. القيدوم الوفي سب قلوب القنيطريين، القيدوم اللي عطى شيء كتير وكتير لكرة القدم وللنادي الرياضي القنيطري سنوات وسنوات. برواس بدا في 97 وحقق الصعود سنة 2002
سنة 2004 نزل مع الكاك القاسم الوطني الثاني. بعد مرور 3 سنوات سنة 2007 حقق الصعود مع النادي، وبقى 10 سنوات القاسم الوطني الأول حتى سنة 2017 اللي غادي ينزل القسم الوطني الثاني، وهي السنة اللي غادي يعتزل فيها رشيد. غادي تكون من أسوأ اللحظات في مسيرته الكروية. صوت قادم من المدرجات. آه آه يا هي لحظات، يا هي لحظات الآن، والعاشق اللي يقول له عندي من الذكريات القديمة لوعة. الآن 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 عزيزي المشاهد، في المباراة الأخيرة في وداعية، أو هكذا كالحلم يرحل فجأة، أو هكذا كالحلم. اللقطة اللي تأثرت ليها بحال الجمهور ديال الكاك وبحال الجمهور الرياضي كله، سيتي ايفيكتيمون لا سورتي دو بورواس دو ستاد. هذيك الحركة فيها ليموسيون، ولكن سي اون كولتور، سا مونتر لاتاشمون دو جوار لو فوت، اكل بوان لو جوار تيلعب بور لو مايو. اي دايوغ سي لو سكري، سي ليتا ديسبري تاع لو جوار، هذا هو الروح اللي خص يلعب بها اللاعب. بطبيعة الحال اللاعب سي اون كارير اتسيتيرا، ولكن الروح اللي عبر عليها السي رشيد برواس درس للاجيال اللي كتلعب الكره حاليا، وغادي يبقى درس صالح للمستقبل البعيد في كره القدم. شكرا لكم. شكرا رشيد لما قدمته للنادي الرياضي القنيطري. شكرا رشيد على السنوات والذكريات الرائعه التي عشناها معك. شكرا رشيد لأننا سنحتفظ بك في قلوبنا.